لان بصراحه هنا كلكم ممكن تكونوا بتتابعوا مداخلات لقاءات لبعض المسؤولين في بعض الانديه اللي بيتجاوزوا بطريقتهم وبسلوكهم في حق انديه وفي حق اشخاص وفي حق اتحاد الكوره وفي حق الحكام وفي حق ناس كتير جدا في الحقيقه. ومع ذلك اتحاد الكوره ما بياخدش موقف، حتى لما بياخد موقف بيتراجع فيه. ليه؟ عشان العلاقه ممكن تكون طيبه شويه ما بين اتحاد الكوره او الاشخاص في اتحاد الكوره وبعض الاشخاص في الانديه الاخرى. طب هل ده يعقل يا جماعه؟ لجنه الحكام بتتشتم قد ايه؟ ده النادي الاهلي اللي تضرر جدا جدا من التحكيم هذا الموسم، وابرزهم ابرز الاخطاء التحكيميه على مدار الموسم كانت مباراه الاهلي وانتاج في الدور الاول. الحكم ابراهيم نور الدين اللي ما حسبش ضربه جزاء واضحه جدا لوليد ازارو في هذا التوقيت، والمباراه دي انتهت بالتعادل. لو النادي الاهلي كان كسب المباراه دي بضربه الجزاء دي كان ممكن النادي الاهلي دلوقتي بطل بطوله الدوري، لكن النادي الاهلي تضرر من التحكيم. رغم كده النادي الاهلي ما بيطلعش الفاظ او ما بيتكلمش بطريقه غير حضاريه من اللي ممكن بنشوفها من بعض المسؤولين في انديه اخرى. النادي الاهلي دايما عنده مبادئه وقيمه، والكلام ده يا جماعه مش كلام بقى بنقوله خلاص، لا واضح هو من مواقف النادي الاهلي من خلال المواقف اللي بيمر بيها هذا الموسم بالتحديد، واضح جدا ان هو بيتعامل بمبادئه واخلاقياته وقيمه. ده اللي بيتعامل بيه النادي الاهلي عكس انديه اخرى. لكن هو السؤال هنا في النقطه دي بالتحديد ان ليه رغم كل الاساءات لمختلف الاشخاص سواء في الانديه الاخرى او في الاتحادات او في اتحاد الكوره او في لجنه الحكام لما بيتمش اتخاذ اي اجراءات ضده؟ يا ريت حد يرد النبي السؤال ده عشان السؤال ده مهم.